بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف مع بعض هذه أول مباراة لعبتها اليوم الصباح الساعة 8:30 كذا. أول مباراة من يومين، بنشوف إيش كانت، شنو على الخصم في هذا العرض. نأخذ الجواهر. صراحة اللعبة صارت كريمة بالجواهر، هذا شيء إيجابي وزين. ناخذ الصراحة 5000، يمكن ما راح استفيد منه كثير. اشوفه كيف. شايفين انا العب عملاق ويجيني بيكا وتسلا وامير. الشيء الايجابي انه يعني اعطوني البيكا بالبداية، هو ايضا مقابل البيكا عنده. الشيء السلبي لما جاء طبعا انا تأخر طبعا، يعني لانه انتظر اذا بيلعب ساحر، بس طبعا ما يلعب ساحر، طلع يلعب ساحر. هنا تورطنا ورطتين، ورطة مع الامير ورطة عند برميل الغيلان. بعد شوي وترتيب الاسهم ما هو صحيح. شايفين الورطة كيف؟ الآن بيلعب عليه التسلا وخلاص، يعني خربت والله من جد، مرة يعني قفلت والله من جد خلاص. فهذه حكاية أول مباراة من 24 ساعة تقريبا، 24 ساعة مدري يمكن من يومين. شيء مرة مستفز، مرة جدا يقهرك، جدا يقهرك جدا. أول مباراة تقريبا، أول مباراة بالساحب 22 ساعة من يوم كامل. تقريبا 24 ساعة من 23 ساعة. بنشوف هذه المباراة اللي قبلها. يعني لازم يصير في شيء مشترك بين الخصوم اللي تقابلهم. احيانا كذا يجيبون لك بطاقه مشتركه، هنا الساحره والميجنايت بدل البيكا. لكن شوف كيف القلق، طبعا هذه اظن موجوده بالقناه. على العموم نتصدى بالصياد من الأسهم الصح صراحة، يعني حتى مع اني متقدم لكن يقهروني كذا أساطير و يعني وأشياء مقرفة من ساحرة وهياكل مني. هي لازم الفيكا، شيء ممتاز. أتنبح الساحرة رامسها باكتين من أقلق البطاقات، يعني هذه المباراة ممكن الله يحد العملاق مع البالكني. انتهت المباراة الحمد لله. فهذه هي. من وين هذا؟ ماليزيا، ايوه اسمه عربي. شوف المحادثة.
عباس يقول أنا بنتحر بالتوفيق. أنه يعني شو اسمه موضوع البطولة والبطولة، يعني هذه اللعبة، يعني اللعبة كذا قهر ورا قهر وخسائر ولا خسائر، بس هذا نظام اللعبة، بس قهر قهر ويحرقون دمك. أحط البيك على ميجا ينزل سمك وأمير يقهر صياد السمك. أوكي هذا نقصد برج نار وحف. أوكي هذا رهيب التشكيلة، يقصد هذا الخصم أربع أساطير تقريبا، ثلاثة أربع أساطير طبعا. لما أنا أتشكى ما حد يقعد يتريق ويقول الحين خله شوف الحرب السابقة ماجيك مستر عزيز عزوز، هل الموجود للآن عزوز؟ ايوه كويس ما انطرد، ما اعرف بالاخير يعني ايش بنسوي، هل بنطردهم؟ ألف. روعة مراية، روعة طبعا المقبرة، قصدي المقبرة، المقبرة رهيبة يعني هي الحل إذا متعقد من المباني، متعقد من التسلا، من أبراج النار، المقبرة الحل الممتاز. نشوف إن شاء الله يمكن نطور إن شاء الله بطاقة المقبرة أو بطاقة الزلزال، الله أعلم. السلام عليكم.